in 1 minute. ما هي أنواع التخامض؟ كما وجدنا سابقا أن حل المعادلة التفاضلية الواصفة للحركة يعتمد على ثوابت النظام جاما وأوميجا، وهنا نميز ثلاث حالات مختلفة. الحالة الأولى عندما تكون جاما أكبر من أوميجا، وهنا يكون الحل العام من الشكل الموضح، حيث سي 1 وسي 2 هما ثوابت يتعلقان بالشروط الابتدائية للمسألة، ويكون التخامض كما هو موضح بالشكل. ندعو هذه الحالة بحالة فوق التخامض، وتتخامض فيها حركة الجسم بسرعة قبل وصوله إلى موضع التوازن. الحالة الثانية تكون فيها جاما تساوي أوميجا، ويكون الحل العام من الشكل x تساوي c1 t زائد c2 ب e أس ناقص جاما t، ويكون التخامض كما في الشكل. وندعو هذه الحالة بحالة التخامض الحرج، وفيها تخامض الجسم بشكل أسرع من الحالة السابقة وقبل وصوله إلى موضع التوازن. الحالة الثالثة تكون فيها جاما أصغر من أوميجا، والحل العام من الشكل x تساوي e أس ناقص جاما t كوساين أوميجا d t زائد فاي، حيث A و Phi ثابتان يتعلقان بالشروط الابتدائية للمسألة، ويكون التخامض كما هو موضح بالشكل. تدعى هذه الحالة بحالة تحت التخامض، وفيها يتباطأ الجسم تدريجيا حتى يصل إلى موضع التوازن.